بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب الزلفى لديه، وأرجو بها النجاة يوم العرض عليه، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله بعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والتثبيت والقبول في القول والعلم والعمل. لا يزال الحديث متواصلا مع هذه الترجمة والتي عقد لها المصنف هذا العنوان باب التشديد في شهادة الزور، وتكلمنا عن أحاديث الباب في ألفاظها ومفرداتها ودلالاتها من الكبائر والصغائر والشرك بالله وقحط النفس وعقوق الوالدين وشهادة الزور وآثار ذلك وعظمه. وقلنا إن مناسبة الباب كما هو معلوم هو من جملة مسائل القضاء والأحكام، وأن المقصود هو الحديث عن الشهادات، الشهادة التي يطلبها القاضي من الخصوم كحجج أو بينات تبين الحق لصاحبه، وأن مما جعله الشارع وسيلة لذلك الشهادة، فيشهد من عنده علم بما يعلمه مما يوصل الحق إلى أهله ويمنع غير مستحق من أن يأخذ من حق أخيه شيئا. والأصل في الشهادة والشهود هو أنهم عدول وأنهم أثبات وأنهم يشهدون بالحق، ولكن قد تغلب النفس الأمارة بالسوء أو تغلب بعض الأغراض السيئة والأهواء وتميل بصاحبها فيشهد غير شهادة الحق، وهذه شهادة الزور. وقلنا إن الزور هو من التزوير، من التزوير، والتزوير يعني التحسين. فالإنسان حينما يقول أنا زورت كلمة يعني اجتهدت في أن أحسن صياغتها وأحسن أن تحمل من المعاني والدلالات ما أريده أيضا وما
يكون بها من البلاغة بحيث تأسر أذن السامع، فهي التزوير بمعنى تحسين، فالإنسان يزور الشهادة بمعنى يضع عليها من الأشياء والمضللات التي تجعل السامع أو القاضي أو من قدمت له الشهادة يظن أنها حق وهي باطل. هذا هو الأصل في اسم الزور، وقلنا ذلك في الجلسة الماضية. ثم تكلمنا عن الزور وعظمه وأنه من أكبر الكبائر، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ونبيكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى يا رسول الله، وكان متكئا فجلس، ما يدل على أن الأمر مهم جدا وعظيم. استدعى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغير من هيئة جلوسه ليلفت نظر أصحابه العظم ما سوف يقوله، ثم لا زال يردد وينبه ألا وقول الزور ألا وشهد الزور، حتى قلنا ليته سكت إشفاقا عليه، وأدركوا عظم تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا، وعظم ما أراد أن يوصل إلى أمته عظم هذا الأمر. فتكلمنا عن هذا كله في الجلسة الماضية، ثم تكلمنا عن أيضا عموم الكذب وخطره، وتكلمنا أيضا ارتباط ذلك بالصيام في قوله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس إلا حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، وتكلمنا عن هذا. ثم قلنا لأهمية الموضوع عظمه، وإما لتساهل الناس فيه وإما لفشوه، مع الأسف أن الكذب فاشي في الناس وفي الأمم ويتساهلون في هذا جدا، بينما عاقبته وخيمة وخيمة جدا في الدنيا والآخرة. ووقفنا عند حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب، صلى الله عليه وسلم. فالكذب مرتع وخيم، وخيم جدا، فلله قال في كتابه ألا لعنة الله على الكاذبين، الكذب ملعون، وقال إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، لا يهدي، يعني نسأل الله السلامة من جعل الكذب مطيته أو جعله طريقه وسلكه، هذا فعلا يعني معرض لنفسه لأن يبتعد عن الهداية. الله يقول والله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب، وأيضا ملعون، وكذاب صيغة مبالغة، فعال الفعل كذب واسم الفاعل كاذب، وصيغة مبالغة كذاب وكذوب تدل على كثرة الكذب، فالإنسان حينما يقال كذاب يعني كثير الكذب، وجعل الكذب عادته وجعله مسلكه، فلا يكاد يقول حقا ولا صدقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب،
تحذير. والكذب طبعا كما هو معلوم قول غير الحق، أن يقول الإنسان عامدا عالما مختارا غير الحق، ولا سيما إذا كان يتعلق بحقوق الناس. والكذب من أظهر وأوضح وأظهر علامات النفاق. آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا خصب فجر، وإذا تمن خان. كل هذه الثلاث كلها كذب، أبدا كلها كذب، لكنها أنواع نسأل الله السلامة. إذا حدث في اللسان كذب، وإذا خاصم في الدعاوى فجر كذب أيضا، وإذا تمن خان كذب. الخيانة فعدم الأمانة كذب، كلها خلاف الحق. والنفاق عظيم، النفاق هو يعني إظهار، هذا طبعا إظهار الإسلام، هذا النفاق الاعتقادي. العلماء يقول فيه نفاق اعتقادي ونفاق عملي، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. النفاق الاعتقادي يخرج من الملة طبعا صلى الله عليه، وهو إظهار الإسلام ويبطن الكفر، إظهار الإسلام ويبطن الكفر. وهذا لا يكون غالبا إلا في حال قوة أهل الإسلام وقوتها، فيأتي المنافقون الذين يعني يريدون أن يعيشوا كما يقال، فيتظاهرون بالإسلام بينهم كفار بحقتهم، والله فضحهم فيه. ولهذا حديث القرآن عن المنافقين أكثر من حديث عن الكفار وأفظع، لأنهم خطيرون. لأن فعلا يعني أن يكون في وساط المسلمين وهو كافر ولكنه متظاهر بالإسلام، وهو جاحد بالدين وكافر بمحمد صلى الله عليه وسلم وكافر بالإسلام، هذا لكنه يتظاهر أنه مسلم وأنه يصلي مع المصلين، هذا النفاق الاعتقادي. ولهذا القرآن حاول كثير جدا أن يفضح ويبين صفات المنافقين وعلاماتهم وأحوالهم. مثلا في أوائل سورة البقرة، ومن الناس لما ذكر أهل الإيمان في أول سورة هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إلى آخره، 3 آيات. الكفار آيتين، إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله إليهم. يعني الكفار معلنين وظاهر حالهم لا يخفون شيئا. لما جاء المنافقين ذكر خصائصهم في آية طويلة، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم ما كانوا يكذبون. فكل النفاق كذب كله. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون، وهذا مشكلة. قالوا إنما نحن مصلحون، الكافر حاله ظاهر وهو معلن كفره ومعلن عقيدته ويرى رأيه، وتستطيع أن تأخذ معه وتعطي وتجادله. أما المنافق مشكلة، المنافق يقول لا أنا مؤمن ومسلم مورد الخير والصلاح، لا تفسدوا، لأن مسلك النفاق إفساد، نفس سلوك عدم الوضوح إفساد.
لا تفسدوا قام اصلحوا. قال الله ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. والمشكلة يعني فعلا أنهم لا يشعرون, وهذا خطير عليهم وعلى الوسط والبيئة والناس الذين يعيشون فيهم. كون الإنسان لا يشعر هذا خطير, خطير جدا. كيف لا يشعر؟ مثلا ناخذ بالمزيد الايضاح ونعود مره اخرى لهذه الايه. حينما قال الله عز وجل للكفار ما جعل الله من بحيره ولا سائبه ولا وصيله ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. كيف لا يعقلون؟ كفار عندهم مخ وعندهم عقول مفكرين وعندهم مخترعات ومكتشفات وعندهم, كيف لا يعقلون؟ يعني غياب العقل في القضايا الإيمانية وقضايا الغيبيات الماديات سهل, الماديات والمخترعات ومسائل الرياضيات ومسائل المعاش والاقتصاد والبناء والهندسة هذه معلومة بمعنى ظاهر قواعدها وظاهر التعامل معها بحيث أنه كما يقال واحد زائد واحد يساوي اثنين, أمور مادية الله هدى الناس لها يعرفونها, كافرهم ومؤمنهم منافقهم وفاسقهم يعرفون القضايا تدبير أمور الدنيا سواء في الحياة الزراعية الصناعية التجارية المادية العملية الاقتصادية إلى آخره, كل العلوم والمعارف معروفة. القضايا الفكرية هذا المشكل فيها, المشكل في القضايا الفكرية يعني ضوابط الحلال والحرام, لماذا حرام لماذا حلال, لماذا قضايا الإيمان قضايا الغيب الغيبيات وإصلاح النفس البشرية هذه قضايا ما تخضع للقوانين المادية قوانين الرياضيات وقوانين الهندسة وقوانين الاقتصاد وقوانين المال وقوانين التجارة وقوانين العرض والطلب إلى آخره. هذه قضايا فعلا ما يعني ما لا يحكمها إلا الإيمان. قال في الحلال والحرام ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون. مثلها قول الله عز وجل ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وقال عز وجل في الآية الأخرى أرأيت من اتخذ الهواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه كلها في قضايا الهدايات وقضايا الفكر وقضايا الإصلاح, يعني الذي يصلح البشرية والذي يصلح الحياة والدنيا وعمرها عمارة الحقيقية هذه لا تكون إلا بالإيمان وبالهداية, ما تكون بالعبقرية أبدا. وإن كان العبقرية لا تأثير في الفهم والإدراك لكن لا ليست ما تخضع للقوانين المادية. ولهذا قال المنافقين وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون.
لاحظوا يعني كيف الإنسان يضل، حتى في بعض يعني كيف أن هواه يقوده إلى الدركات. وأنا دائما أضرب بهذا المثال، التدخين مضر، ولا 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 أحد يعني يخالف أو ينازع في أنه مضر. المدخن نفسه والطبيب والجهات الرسمية والجهات والصحة وخبراء الصحة وخبراء البيئة كله مضر، ولهذا لا زالوا يعني في 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 إدراك خطري، حتى أنهم عزلوا المدخنين في غرفة خاصة للتدخين ومنعوا التدخين في المرافق العامة، في الصلاة، في صلاة السفر، في المطاعم، في الآخرين كما تعرفون حيث يجتمع الناس ممنوع التدخين. لماذا؟ لأن أدركوا أنه ضار. ومع هذا المبتلى بالتدخين يعلم أنه ضار وما يدخن، يقرأ على علبة التدخين هذا التدخين مضر بصحتك، ويقرأ في اللوحات الإعلانية، ويقرأ في التنبيهات وتعليمات وزارة الصحة وتعليمات إلى آخره. إذن هذا له عين لا يبصر بها، ما الفائدة أنني أقرأ ولا أستفيد؟ إذا أنا والأعمى واحد، إذا كنت أنا أقرأ موجود مكتوب في العلبة أقرأ فيها التدخين يضر بصحتك ومعاد دخن. إذن هو كتب لمن يعقل وكتب لمن يأخذ به. فإذا كنت تقرأ ولا تستفيد إذن أنت والأعمى سواء. ومثلها إذا العقل، أنت في عقلك تعلم أنه مضر ومع أن تأخذ به. الله عز وجل أولئك كالأنعام بل هم أضل. لماذا أضل؟ لأن الأنعام لا البهائم لا تأتي شيئا تعلم أنه يضر، لأن الله هداها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله أعطى البهائم يعني نوع من الإدراك بحيث تعيش، تحن على أولادها، ترضع أولادها، تحتضن أولادها، تدافع عن نفسها، تدافع عن أولادها، لا تقبل على ما يضرها. حتى أحيانا إذا أردت أن تأكل تشم، إذا كان أكلها متغيرا أو رائحته تتركه، حتى الماء إذا كان متغير ما تشربه. بينما الذي يدخن يضر ويدخن. إذن أليس هو أضل من الأنعام؟ هذا معنى أولئك كالأنعام بل هم أضل. الأنعام الشيء يضر لا تأتي، والنافع تقدم عليه. بينما المبتلى بالتدخين أو الخمور أو المخدرات أو المضرات كلها، بل حتى المعاصي كلها مضرة، وهكذا درجات المعاصي كلها مضرة. فالذي يأتي معصية تجاوز عقله، ليش تجاوز دينه، لكن تجاوز حتى عقله، لأن المعصية مضرة في الدنيا والآخرة، إلا إذا تاب الإنسان والله يكفر أيضا ويتوب عنا علينا. المقصود أن ما يصلح البشرية فيما يتعلق بشؤون التربية، فيما يتعلق بشؤون الفكر، فيما يتعلق هذه لا 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 يصلحها إلا النبوات، ولا يصلحها إلا الدين الحق، والعبقرية لا تدركها. الآن يرى الناس أنهم يعيشون في عصر تقدم، حقيقة كما تعلمون تقدم في الماديات، المخترعات والاكتشافات والأشياء ذات المادية، تحسن الغذاء، تحسن الدواء، تحسن هذا لا شك أنه موجود. لكن مع هذا أكثر المآسي في هذا العصر، بدليل العلاقات الدولية وكيف يعيش كيف تدار الأمم، ما تدار بعقل أبداً.
ولا تدار فعلا بما 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 يجلب الأمن للبشرية أبدا، تدار بالمصالح، المصالح الضيقة، ويدخل فيها إذا قيل لا تفسدوا الأرض إنما نحن مصلحون. الاتفاقات الدولية التي وضعوها إما أن تكون صحيحة من حيث أنها فيها عدالة لكن لا يطبقونها، أو أنهم يضعون اتفاقيات مفصلة على للدول القوية. هناك عندهم قاعدتان مجرمتان وآثمتان ومهلكتان، ولا 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 حقيقة لا يأخذ بها عاقل أو صادق، قد لا أقول عاقل بالضبط لكن لا صادق في إصلاح البشرية أبدا. القاعدة الأولى الغاية تبرر الوسيلة، هذه إلغاء لجميع قوانين الأخلاق، الغاية تبرر الوسيلة، بمعنى ما دام أنني لي غاية في هذا المكان أو في هذا البلد أو في هذا الشخص أو في هذا فأنا سأرتكب كل صعب وذلول لأصل إلى هذا. فالوسائل ما في وسائل ممنوعة ولا في وسائل محرمة عند هذا، ما دام غايتي أنا سأصل فلوسك سأصل عليها بأي طريقة، بالقوة بالسرقة بالغصب بالنهب خلاص، الغاية غايتي أن أخذ فلوسك، الوسيلة مفتوحة، فالغاية تبرر الوسيلة، اسلك أي وسيلة، هذا لا يجوز، هذا أعوذ بالله، هذا هدف للعالم، وهذا لا تفسدك مصلحون، وهذا اللي عليه الدول القوية، الغاية بالوسيلة، لكن لمصلحة في المنطقة الفلانية لا بد وسيلة بأي طريقة، قوانين دولية غير دولية إلى آخره. الثانية قاعدة الثانية القاتلة وهي فعل هدم لكل الأخلاق قوانين الأخلاق، ليس هناك صدقة دائمة ولا عداوة دائمة وإنما مصالح دائمة. ما في يعني اليوم صديقي لماذا؟ لأن لي عندك مصلحة، ما في مصلحة أشطب عليك، يعني كأنك ممسحة أمسح فيك كذا دين رميته. هاتين القاعدتان هما ما تحكمون على، ليس هناك صدقات ولا عداوات إنما مصالح، وليتها مصالح للعالم، مصالح ضيقة، مصالح لصاحب المصلحة بنفسه، هذا هلاك، هذا هو الفساد، ولا يصلح إلا الدين. ما معنى الدين؟ يعني الضمير، يعني خوف الله عز وجل، خوف الحساب والعقاب، عقاب دنيا وأخرى، هم لا يؤمن بهذا، ما يمكن. ولهذا حتى الهداية بيد الله عز وجل، الهداية للحق ليست خاضعة للحجة والبرهان، وإن كان هي دليل لكن لا، يعني إنسان ذكي عبقري جدا ومع تقدم الحجج ما يقتنع، الأنبياء جاءوا بالحجج جاءوا بالوعباقة وقابلوا صناديد الأمة معباقة الأمة ما أسلموا ولا آمنوا، يوم القيامة يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان. ولهذا أهل الإيمان ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فالإيمانيات والغيبيات والقضايا الفكرية ما تخضع عبقريات العقول، وإن كان يهدي الله عز وجل من شاء من العباقرة وغيرهم، لكن ما يعني ما تجد
كثير من العباقرة أو ما يسمى فلاسفة لا يهتدون، على الرغم من عقليتهم جبارة وأفكارهم جبارة في الطرح الفكري وفي ومع هذا ما فتح الله عليهم. والدليل على 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 أن عبقرياتهم لا تهدي هي هذه القرآن القاتلة والخراب الذي في العالم أبدا. كل الخراب بسبب الكفر وسبب الفساد وسبب الانحراف عن 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 الصراط المستقيم كله. ولهذا الله قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي من أحببت، يعني بمعنى أن الهداية بيد الله. إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو سيد البشر والمؤيد من الله عز وجل والمعصوم ومع الحجج والبراهين والآيات والمعجزات يبلغ، بس مهمته أن يبلغ، أما الهداية بيد الله عز وجل. ويقول إنك لا تهدي من أحببت، يعني بمعنى ما فيه أكثر حرص للإنسان أن يهدي من يحب. هو لا شك لقد الأنبياء يحبون أن يهدوا كل الناس، لكن لا شك أن حرصه على من يحب أكثر، ومع هذا لا يستطيع هدايته. سواء إنك لا تهدي من أحببت هدايته أو من أحببته لذاته، لقرابته ولمعروفه ولإحسانه ولدماثته ولأخلاقه ولعقله يعني تحبه فعلا، لأنه يعني بمعنى يهمك جدا، تحب أن يهتدي للعلاقة الخاصة التي بينك وبينه، لكن يا بذل العزل. ولهذا قال وما أكثر الناس ولو حصلوا بمؤمنين، وقال ولو شاء ربك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. بعدها وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين يقول انظروا ماذا في السماوات وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني ثلاث آيات عجيبة في بيان الإيمان وبيان مدى قبول النفوس البشرية. ولو شاء ربك بمعنى لا تهتم كثيرا بهداية الناس، إنما اهتم بالبلاغ بس، وهذا الذي ينبغي للمربين والمعلمين والدعاة والموجهين والمرشدين، اهتموا بالدعوة واهتموا بالإرشاد واهتموا بالبيان، أما الهداية لا تشتغلوا. وعدم الهداية لا يعني فاشل أبدا. قال الله نبيه مسليا له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله. لأن الله هو الرب وهو المالك يتصرف، لأن لو كانت مجرد تخضع البراهين ولا كان، لأن الله عز وجل وضع أسباب وسببات، لكن ليس دائما الأسباب تنتج. وهذا هو الدنيا، وهذا هو الذي لا يفقهه العباقرة ولا الفلاسفة. الله صحيح وضع أسباب ومسببات، لكن أحيانا ما تنتج. فبين أسباب الهداية الأنبياء والبراهين والحجج والآيات، لكن قد تنتج وقد لا تنتج. في قول عز وجل لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. ما معنى هذا؟
يعني الله عز وجل جعل طريقة التناسل وطريقة تحصيل الأولاد هو النكاح. يعني أي إنسان رجل أو امرأة إذا أراد بنين وبنات يزوج. سنة الله أن من تزوج ولد له. ولو أن إنسانا ابتغى ذرية من غير زواج لعدس فيها، لو جلس أصلح الصالحين وأفضل الأولياء وقعد في محراب وجلس يدعو الله 24 ساعة أن يرزقه ولدا وهو لم يتزوج لعد سفيها، لعد سفيها. نقول لكم نكتة، يقال أن إنسان طبعا عنده زوجة وشاء الله سبحانه وتعالى أن يستأصل رحمها بسبب طبعا مرض قد يكون يعني سرطان قد يكون، فيعني لا شك أنه تعلق يريد الولد. فذهب أحد الشيوخ قال لي فضل الشيخ أو مولانا يعني ما يمكن زوجتي تحمل؟ قال والله يا ولدي في الأسباب ما يمكن، ما في رحم. قالوا يا فضل الشيخ أليس الله على كل شيء قدير؟ قال بلى بعد حتى يمكن تحمل أنت بعد. الكلام مو على قدرة الله، الكلام على الأسباب. قال الله قدير حتى تحمل أنت بعد. فالقضية ما يعني فالأسباب هي هذه، من أراد ولدا يتزوج وهذا معروف ذكر الأنثى. لكن ماذا قال الله عز وجل؟ لله ملك السماوات يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم يعطي أولاد ذكور أو يعطي بنات أو يعطيه بنين وبنات. ثم قال ويجعل من يشاء عقيما، بمعنى السبب لم ينتج، تزوج ما جاء أولاد. لماذا؟ حتى يتجلى مقام الربوبية. لأن لو كانت قضية قاعدة وتنطبق وخلاص كان الناس اعتمدوا على الأسباب. وهذا والغريب أن هذا هو يعني أفكار الفلاسفة والعباقرة يلغون الجانب الغيبي، بينما الدنيا الله عز وجل في جانب غيبي لا يمكن يلغى، جانب الحكمة الإلهية والتخلف. اسمع الآية الثانية، يقول الله عز وجل أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم إلى خير. تفكروا الله عز وجل ذكر فعلين يدل على فعلا أن الجانب الغيبي لا يدركه إلا أهل الإيمان. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن عندنا حرث وعندنا زراعة. ما هو الحرث؟ الحرث هو ما يأتي ما يقوم به المزارع أو ما يقوم به الفلاح من الأخذ بالأسباب. يعني الزارع أو الفلاح حينما يريد أن يزرع غالباً طبعا لا شك ليس غالبا بل لابد يذهب إلى أرضه ويصلحها ويتأكد من جودة تربتها، وإذا كان فيها الطين غالب يأتي بما يجعل الطين يعني قد يضع عليه رمل قد يضع عليه أشياء بحيث أنه يخففه مثلا، أو إذا كانت رمل يأتي بالطين عليه، وأيضا قد يأتي بالسماد وقد يأتي أيضا بالمقويات. فإذا التربة يتأكد من صلاحياتها هذه واحد. الثاني الماء، يتأكد أن الماء صالح للزراعة ليس ملحا ولا فيه مواد كبريتية ولا مواد إلى آخره التي تؤثر على
نوع على الزراعة وعلى البذور أو على الشجر. إذن يأتي بالتربة ويطمئن إلى صلاحيتها، الماء يطمئن إلى صلاحيته، أيضا الهواء يطمئن إليه، الشمس يطمئن إليها، الوقت أيضا. المعلوم أن كل نوع من النبات له موسم، القمح له موسم، والذرة لها موسم، النخيل لها موسم، العنب له موسم، الزيتون له موسم، الفواكه موسم، الخضر له موسم، البقوليات له موسم، معروف. فإذا يستجمع كل أسباب النجاح، هذا هو الحرث، هذا هو الحرث. إذا أنتم تحرثون، بمعنى تستكملون الأسباب. والبذور أيضا جيدة، ليس فيها سوس ولا دود وليس فيها خراب ولا فساد، نوع من الجيد، البذور جيدة والتربة جيدة، الماء جيد، الموسم هو الوقت، وقت موسم، الشمس، الهواء إلى آخره، الرياح إلى آخره، هذا هو الحرث. فالله عز وجل يقول أفرأيتم ما تحرثون، يعني ما استجمعتم فيه أسبابه. أنتم تزرعونه ونحن زارعون، معروف أن الزارع في البذور يرميه في الأرض، عامل بالأسباب. لو 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 استمر في القضية العقلية البحتة كان كيف تشتري بذور غالية وحتى قد تستوردها بعد من جهات على مستوى وبأموال بقتكم بعشرات الآلاف وترمي في التراب، ترميها في التراب، هذا هو من العقل. إذن الجزء الأول حرث أسباب، الزراعة لا، غيبي، أنت تزرع ولا الله يزرع. الزرع هو أولا أن ينبت، يكون الجذور تحت والسقى فوق والأوراق كذا، هذا ما تملكه. والأمر الثاني أيضا كمية ما ينجح من هذه البذور وما لا ينجح. أيضا أنت جارك، كلكم تزرعون اليوم السنة هذه أو الفصل هذا قمح، كله فدادين وهو فدادين، النتيجة تجزي أن كميتك أحسن، مع أنكم كلكم واحد، الأرض واحدة والتربة واحدة والموسم واحد والماء واحد وتسقونهم كلها من نهر واحد أو من بئر واحد، ومع هذا الكمية تختلف، الكمية مع أنكم زرعتوا كمية واحدة، الفدادين متساوية، أطنان البذور متساوية، الماء والسقي والموعد، ومع هذا النتيجة مختلفة، نتيجة زراعتك تكون ناجحة 80% 90%، بينما زميلك 70-60%. وهذا الجانب الغيبي هو الذي لا يعرفه الكفار، وهو الذي قال فيه أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون. إذن المقصود هو أن الجانب الفكري والجانب الغيبي والجانب الإيماني هو الذي ينقص الضالين وينقص الكفار وينقص المنافقين. لا تفسد الفرقة إنما نحن مصلحون. لو كانوا فعلا عندهم إيمان لما سلكوا مسلك النفاق الذي كما يقال يريد أن يمسك العصا بالنص. الإيمان يأتي ما فيها نص، إما مؤمن وإما كافر. المقصود هذا هو النفاق الاعتقادي. النفاق العملي وهو الذي أحيانا يفعله بعض الإسلام حينما قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، من كان فيه واحد وكان فيه خصلة من النفاق، وما كان فيه كله كان منافقا خالصا.
إذا حدث كذب، وإذا خصم فجر، وإذا عهد غدر، وإذا خان في روايات، وكلها كما قلنا كلها كذب، كلها كذب. المهم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا دخل في الكذب فالكذب يهدي إلى الفجور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استمر على الإنسان الكذب، وهذا مع الأسف موجود في بعض الناس، يعني أحيانا والله تجدهم فضلاء كرماء نبلاء، لكن مبتلى بخصة الكذب، هذا بلاء لا يكاد يكون يأتي بأخبار صادقة، يبارك في الأخبار ويأتي بأشياء ناهيك بي. فالكذب خطير، مطية مهلكة. الكذب يهدي يعني يقود ويوصل إلى الفجور، بمعنى يكون صاحبه فاجرا، والفجور هو غاية الإغراق في المعاصي، وغاية الإغراق في الانحراف، والفجور هدي النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب، أعوذ بالله، يكذب يعني يقول غير الحق، يتحرى الكذب يعني يحاول أن يقول ولو كان لا يدري الكذب، لكن لا يتحرى، نسأل الله السلامة، حتى يكذب عند الله كذاب، هذا مهلك. يقابله، وهذا هو اللي يعني قد يكون مقصود في هذه الجلسة، الصدق. الصدق عجيب يا أخواني، يعني كما قلنا في شناعة الكذب ما فيه أجمل من الصدق، أن يفتح الله على العبد ويكون صادقا، يعيش عيشة هنية عجيبة في حياته كلها أبدا. صدق يعني، ولهذا أوصي نفسي وأوصيكم بالتعود على الصدق في كل ما تأتون، مع زوجاتكم، مع آبائكم، أمهاتكم، إخوانكم، أصدقائكم، زملائكم في العمل، تعرفون والذين لا تعرفون، أبدا لا تقولوا إلا صدقا، ولا تعمل إلا صدقا، لأن الصدق قول وعمل، بمعنى لأن الصدق حقيقة لو تأملت فيه، الشخص الصادق غالبا يكون سليم القلب، غاية السلامة، الذي يتحرى الحق والصدق، يكون عنده من الإيمانيات وعنده من 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 صلاح القلب شيء عجيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالصدق، والصدق كما قلنا ليس فقط صدق اللسان، وكذا مهم، كل الصدق في كل أمر، صدق في الأعمال، صدق في المواعيد، صدق يعني في كل ما تأتي اجتهد أنت ألا تفعل ولا تأتي إلا الحق، هذا هو الصدق. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر، البر يقابل الفجور. البر الحديث عنه واسع جدا جدا جدا، وهي كلمة يعني إسلامية عجيبة، اختار الإسلام هذا المصطلح البر بشكل عجيب، ولذلك دائما استصحبوا هذه اللفظة واعرفوها واعرفوا دلالاتها. من أقرب ما يعينكم عليها أو على فهمها آيات، من أجمعها آية البقرة بقوله عز شأنه ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن شوف البر كيف، عقائد وصلوات وزكاة وصلة أقارب وشيء، ولكن البر من آمن بالله
ومنام الله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه قضايا عقائدية. شوف الصدق يهدي إلى هذا كله، الصدق يهدي إلى هذا كله. ولكن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، هذه عقائد. وآتى المال، هذا يتعلق بالعلاقة المالية، البر له علاقة بالمال. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هذه وجوه الإنفاق، وجوه الصرف. وأقام الصلاة وآتى الزكاة، هذه تتعلق بالعبادات. والموفون بعهدهم إذا عهدوا، العهد هناك جميع المسؤوليات. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، الصبر أشرنا بالأمس في الصيام والصبر، والكلام طويل على كل حال. قال الله أولئك الذين صدق، شوف الصدق هي البر، والبر يقود الصدق. لاحظ شوف الارتباط بين البر والصدق، البر بكل صفاته وبكل عوامله أو بكل مطلوباته، الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته والكتاب والنبيين، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين في الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، هذا كله بر. الصدق يهدي إلى هذا كله، الصدق يهدي إلى هذا كله. ومنهم قول أنزل لن تنال البر حتى تنفقوا ما تحبون، ولكن البر من اتقى. فالبر كلمة واسعة تشمل كل خصال الدين، كل خصال الخير، عقائد وعبادات وعلاقات مالية وإنفاق ورحم وصلة رحم وصبر والوفاء بالعهود والمسؤوليات، كلها بر. والصدق يهدي إليها أبدا، إذا رزق الله صدقة سوف تؤدي هذه كلها بمنتهى المسؤولية كلها. فإن الصدقة يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ثم قال لحظة، هذه اللي يعني تمسكوا بها. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني عندنا مسلكان، يصدق يعني فيما يعلم فيه صدقه يقوله، يصدق لا يقول كذبا ولا باطلا، يتحرى الصدق ولو اخطا. شوف عندنا يصدق وعندنا يتحرى، فالذي يتحرى بمعنى انه لا يدري وين الصدق، أمور ملتبسة فهو يتحراه ولو أخطأ. الإنسان لا يعلم كل ما يجري في الدنيا، ولا يعلم كل الحقائق ولا كل الأمور الصادقة، ما يعرفها، لكنه يتحراها، لا يتعمد كذب ولا يتهاون في تحري الصدق. شوف النتيجة الجميلة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرك حتى يكتب عند الله صديقا، صديق. إذن أنت وأنا وكل من يستمع ممكن أن نكون صديقين، والصديقية منزلة فوق الشهداء. ولك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين، فأنت يا أخي يمكن أن تكون صديق. إذا صدقت وتحريت الصدق ولا تزال تتحرى، قال حتى يكتب عند الله صديق. صديق أيضا، صديق صيغة مبالغة فعيل.
الفعل صدقة واسم الفاعل صادق ومبالغ صديق وصدوق، لكن الصديق أبرم صدوق. حتى تعرفوا الصديقية ويعني كيف تكون نفس أو 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 ما هي الدرجة من قوة الصدق عند الصديق، انظروا حال أبي بكر رضي الله عنه. لماذا سمي صديق؟ لأن عنده من الإيمان، وعنده من يعني الدرجة العالية من التصديق وقبول الحق بسرعة، يعني يكاد يعني يجذبه جذبا من غير أي تردد. أولها إيمانه، أول من آمن هو أبو بكر رضي الله عنه. حتى يقول عرضت الإسلام على لم أجد أحد عنده غير تردد، إلا لم أجد أحد لم يتردد إلا أبو بكر. من حين ما قال له صدق. لماذا صدق؟ ما هو صدق لأنه غبي ولا مسكين ولا لا، لأن عنده شفافية وعنده من يعني الروح الإيمانية العالية، أنه ما يعني بمعنى بل أكاد أقول عنده مقياس المؤشر عجيب، يعرف أنه صادق. محمد صادق، ما يكذب، ما يمكن يقول جاني جبريل وكذب، ما يمكن. لأنه يشوف لما تكون أنت صادق وعندك أبدا يتبين لك مين الله كانك أمام الشاشة بدليل يعني قوة صديقيته. لما جاءت حالة الإسراء أن يرسلوا، كان نائمة كعبة وقينا كعب الحجر، فأخذ إلى بيت المقدس ثم إلى جبل السماء ثم رجع في نفس الليلة. فلما رجع في النهار أصبح صار يحدث قريش عن ليلة الإسراء، ففرح بها الكفار. هم كانوا يقولون محمد مجنون وساحر، فرحوا به جدا جدا جدا، لأن غير معقول هذا يروح ليلة واحدة يروح بيت المقدس الذي يستغرق شهرين الواحد راح جاي على الإبل والقوافل ما بين مكة إلى بيت المقدس، شهر رايح وشهر جاي في ليلة واحدة تروح وتجي، وأيضا السماء. طبعا لما صار يتحدث فريحة بها قريش يشرونها، بعض العاف الإيمان اهتزوا قالوا محمد في لوثة في شيء، مع أنه أيضا بيّن لهم وقالوا صف لنا البيت، البيت المقدس وصف لهم أبوابه وحلقه وما أدري بعد وكذا، وقال أيضا ترى لكم قافلة ترى الآن وصلت كذا وتمشي في كذا، أعطاهم كل شيء وما هذا ما صدق. إلى أن جاء أبو بكر دخل، هذا قد يكون في الكعبة جزيرة الحرم ولا، قال اسمع يا أبو بكر اسمع شو صاحبك. فرحين جدا يعني يعني يريدون يعني صاحبك هذا اللي أنت وريه شو يقول. ماذا يقول؟ قال يقول إنه في ليلة ذهب إلى بيت المقدس وعلي من السماء ورجع. وش تقول؟ ماذا قال؟ نظرا لروح الصديقية العالية عنده جدا والشفافية المتناهية، قال لهم أنا صدقته في خبر السماء، أنا صدقته وقال أنه رسول وأن جبريل نزل عليه، هذه أشد من قضية الإسراء. فأسقط في أيديهم، والصحابة المؤمنون قوي إيمانا، قال أنا 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 صدقت أنه رسول. الدعاء الرسالة أعظم من الدعاء أن نروح الإسراء. أنا مؤمن بر ما دام أنه رسول كل يقول صح، فماذا صدقته؟ صدقته بخبر السماء، صدقت أن جبريل نزل عليه في غار حراء، صدقت أن يزعي الوعي كل يوم أو كل وقت وكل ما قال أنا صدق. قالوا من ذاك سمي الصديق. الثانية حتى تعرف الصديقية كيف تكون، ثانية لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كل الجزيرة اهتزت، حتى الصحابة
اهتزوا جدا جدا جدا، حتى عمر رضي الله عنه قوتي والفاروق صار عمر شهر السيف. قال من قال ان محمدا مات علوته بالسيف. وتجمعوا في السقيفه وما ادري في حتى دخل ابو بكر. دخل والفوم فعلا الناس في حصه بس كلهم شوشين. عمر يقول لا، الرسول ذهب الى ميقات ربه مثل موسى وسوف يرجع، ما مات. والصحابه ما مطلع. ماذا قال ابو بكر؟ مجرد وقف قال من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي. ثم قرا ايه عجيبه كانما تزهر لهذه المناسبه، قرا وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افان مات او قتل انقلبتم. شو ان مات او قتل؟ قال عمر ارخى السيف. قال وكأني لم أسمع بها إلا الآن، وعلمت أن محمد قد مات. وكل الصعبة هذا صديقية، ما يعني كما آمن به رسولا آمن أنه يموت. بل هذه الآية فيها دلالة عجيبة، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل أفإن مات أو قتل انقلبتم. ما معنى هذا؟ معناته أن الدين دين ما هو مرتبط بالأشخاص، حتى ولو كان محمد الدين دين الله ما هو مرتبط بالأشخاص. محمد عليه السلام أدى رسالة ربي ومات، فما بالك إذا كانوا علماء أو كانوا شخصيات كبيرة ثم مات على العين والرأس وقدوات لكن مات. الدين ما هو مرتبط بالأشخاص، ما يرتبط لا بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا بمن دون محمد، لا بعمر ولا ببكر ولا من دونه ولا بحنيفة ولا أحمد ولا مالك ولا الشافعي ولا فلان ولا ما يرتبط. هذا الصديقية. أيضا من 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 صديقية العجيبة لما طبعا هدأوا الناس وبويع خليفة رضي الله عنه، صار يباشر أعماله صلاحياته. أول شيء عمله طبعاً الناس مضطربين وبدأت ترتد الناس في 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 الأطراف البعيدة بدأوا يرتدوا ومنعوا الزكاة وإلى آخره. اهتز جداً. أول شيء عمله إنفاذ جيش أسامة على إيمانية أبو بكر عجيبة. الرسول قبل أن يموت عقد لوالي أسامة بزيد يذهب يقاتل الروم، وفي الجيش أبو بكر عمر ورئيسه أسامة شاب صغير 18 سنة عمره. عقد لواء وجعل فيه أبو بكر عمر. أول صلاحيات أول مباشرة أعماله لا أصدر ميزانية ولا أصدر مراسيم ولا شيء، أول شيء قال جيش أسامة يروح. قالوا يا خليفة رسول الله وشو يروح؟ أنت شفت العالم شفت الأحوال ووضعنا، يعني نحتاج حنا نحتاج إلى قوة نجمع جيوش العرب الآن ربطنا من قوس واحدة. قال الرسول عقد اللواء لازم يمشي. هذه درجات إيمانية ما خضع الأسباب. قال الرسول عقد لازم يمشي. وماذا فعل؟ قال يمشي وأنا بمشي معه، وأنت يا عمر تمشي معه. هو خليفة يعني والخليفة يعني وهنا رئيس الدولة. وبالفعل يمشي، لكنه يبدو استأذن أسامة قال لعلك أن تأذن لأبي بكر يجلس عمر، استأذن فأذن لهم جلسوا، يعني ما جلسوا إلا بإذن أسامة. فلما ذهب الجيش جيش أسامة وتسامع الناس قالوا لو لم يكونوا في المدينة أقوياء ما أرسلوا الجيش. هذا صديقي. فأنت إذا صدقت وتحريت الصدق تكون صديقا. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.